غالبية الناطقين بالعربية مستعدون للدفاع عن السويد. السويديون يضربون رقما قياسيا في التشاؤم من أوضاع البلاد. أكشن. شاكو ماكو عمبراكو. اوكي ماك كالدو، عيش جوك. الحداثة السام أبلر. نشرة أخبار السادسة تماما تصحبكم بها ريم لحدو، أهلا بكم. 65% من الناطقين بالعربية الذين استطلعت الكومبيس آراءهم مستعدون للدفاع عن السويد في حال حدوث حرب. السويد شهدت مع بداية العام الحالي نقاشاً حول ضرورة استعداد السويديين للحرب، واتهم سياسيون السويديين الجدد بأنهم أقل استعداداً للدفاع عن البلاد مقارنة ببقية السويديين، في حين أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يارفا مؤخراً أن الاستعداد أكبر بين المهاجرين مقارنة ببقية السكان. واليوم أظهر استطلاع الكومبيس بين متابعيها أن غالبية كبيرة مستعدون للدفاع، وبيّن الاستطلاع أن 49% يرون احتمال وقوع هجوم إرهابي في البلاد، في حين استبعد 57% حدوث هجوم عسكري. وعن اتخاذ الاستعدادات الضرورية للحرب قال 39% إنهم اتخذوا الاستعدادات، في حين أجاب 23% بأنهم لم يستعدوا ولا ينوون الاستعداد. وكانت السلطات السويدية دعت مراراً إلى الاستعداد والاحتفاظ بالمواد الضرورية التي تعين الإنسان على البقاء في حال حدوث أزمة أو حرب. وفي رقم لافت أعرب 67% عن استعدادهم للدفاع عسكرياً عن السويد في حال وقوع حرب، حتى لو تضمن ذلك خطراً على حياتهم. السويديون متشائمون بأوضاع البلاد، وهم أشد تشاؤماً تجاه الاقتصاد، بل إن تشاؤمهم هو الأوسع منذ تسعينات القرن الماضي. استطلاع أجراه معهد سوم التابع لجامعة يوتيبوري أظهر أن 3 من كل 4 سويديين يعتقدون بأن الأوضاع في السويد تسير في الاتجاه الخاطئ، وهو أعلى رقم منذ العام 2012 عندما أجري الاستطلاع أول مرة. محللون عبروا عن اعتقادهم بأن الأمر يتعلق بالجريمة وإطلاق النار وارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية، وقال 10% فقط إنهم يعتقدون بأن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح. المشاركون في الاستطلاع أبدوا رؤية قاتمة تجاه الاقتصاد السويدي، وقال حوالي 90% إن الاقتصاد السويدي تدهور خلال الأشهر 12 الماضية، ويمكن ملاحظة النمط نفسه فيما يتعلق بالاقتصاد الشخصي، حيث قال 45% إن اقتصادهم تدهور، في حين قال 14% إن اقتصادهم تحسن. بلدية مالمو تعلن أنه لا يوجد حالياً أي تهديد يستهدف مسابقة الغناء الأوروبية يوروفيجن والتي تستضيفها المدينة مايو المقبل. مدير الاستدامة والسلامة في البلدية بار إيريك إبستهول قال في مؤتمر صحفي اليوم إن العمل الأمني الخاص بالمسابقة منظم بشكل جيد. وكانت صحيفة سيدسفينسكان نقلت مخاوف من حدوث أعمال عنف في مالمو تزامناً مع المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل فيها، وتحدثت كذلك عن معلومات مضللة تنتشر حول المسابقة، في حين قالت مديرة المشروع في المسابقة كارين كارلسون للكومبيس اليوم إنه لا يوجد حالياً ما يفيد بوجود معلومات مضللة. رئيسة البلدية كاترين ياما قالت للكومبيس إن حرية التعبير مكفولة في السويد، والبلدية ترحب بكل أشكال التظاهر السلمي. وكان منظمو المظاهرات المؤيدة لفلسطين قالوا إن الاحتجاج على مشاركة إسرائيل في المسابقة سلمي، مؤكدين أن منظمي المظاهرات معنيون بالحفاظ على النظام في المدينة. أرباب العمل يقترحون إلغاء ديون القروض الدراسية على الطلاب الذين ينتقلون للعمل في شمال السويد بعد التخرج. تقرير صادر عن الرابطة السويدية لأرباب العمل الصناعيين قال إن الحاجة إلى العمالة في الشمال ستكون هائلة إذا تحولت جميع الاستثمارات الصناعية إلى واقع. وتعد البطالة في شمال السويد الأدنى في البلاد، وتحتاج جميع القطاعات هناك إلى العمالة. التقرير كشف أن نقص المعروض من المهارات يشكل عقبة واضحة أمام نمو الأعمال في الشمال،
ولا تقتصر اقتراحات أرباب العمل على العاملين في قطاع الصناعة، بل تشمل المجتمع بأكمله، مثل إسقاط الديون الطلابية عن المعلمين إذا انتقلوا للعمل في الشمال. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة ستقوم شركة ساب للتعدين بإعادة هيكلة إنتاجها في لوليو شمال البلاد، حيث تعاني الشركة من نقص في الكهربائيين والمبرمجين والمهندسين. ورحبت الشركة بتقرير الصناعيين مؤكدة الحاجة إلى مبادرات لتعزيز المهارات في سوق العمل بأكمله. قائمة سويش تثير جدلاً في السويد. بعد الحكم على امرأة تدير أعمال دعارة في صالون مساج تايلاندي، جرى تسريب قائمة تحوي 195 اسماً ممن حولوا أموالاً بطريقة السويش إلى الصالون. القائمة تتضمن أسماء شرطي وسياسيين وموظفين في البلدية ورجال أعمال. وكانت المحكمة حكمت الثلاثاء الماضي على امرأة عمرها 54 عاماً بالسجن مدة 2 سنة و8 أشهر بعد إدانتها بإدارة أعمال دعارة تحت ستار التدليك في كريخانستاد. وتضمن الحكم قائمة بأسماء مشفرة غير أن مجهولين تمكنوا من فك التشفير ببرنامج خاص ونشروا القائمة على الإنترنت. وكانت الشرطة داهمت الصالون العام الماضي واكتشفت أنه تم إجراء آلاف من عمليات شراء جنس. وحددت الشرطة 250 من مشتري الجنس، واعترف حوالي 30 منهم وأدينوا بارتكاب جرائم جنسية. لكن القائمة التي تم تسريبها الآن تظهر عددا من الأسماء الجديدة، ومن غير الواضح ما إن كان الرجال المدرجون في القائمة سيتهمون بارتكاب جرائم، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانوا قد دفعوا مقابل المساج أو الجنس. خبراء قانونيون قالوا إن المشاركة في نشر قائمة الأسماء قد يعتبر جريمة حسب القانون السويدي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الكومبيس. دمتم بخير. Action. Shaku maku. Ambaraku. Okay. Makaldo. عيش جوك. الحداثة. السيموبلر.